I love Coca-Cola with lemon. Handmade soda, right? Yeah. Yeah. Soda handmade. يا هادي يا حلو والحلو برضو حراق. أسوأ جوز هند ممكن تاكله أو تشربه في حياتك. This guava and yeah. Fruit beer. Yeah, try this. What? Thoda sa. Kaun sa? بيبسي بالجوافة اللي هي البحر. بلو بيري. وده دواء كحة. لا البلو بيري ده دواء كحة. لا يا. اوكي دي سوا. يا زيادة بولا نا بر. انا ايش بس تو بولا لي. ثورا ثورا شيء. ठीक है. इधर सोने सारे. حط عليه يا بيبسي بالكمون. كمون الليمون كمون كمون ده بيبسي بالكمون عليه كمون حط عليه كمون من ده. ده برتقال عادي يعني الناس بتشرب برتقال عادي. لا ده بيبسي بالكمون. الناس بتشرب دوت بقى مع الباني بوري اللي هو كان حادق. Hello, Coca-Cola with lemon. Handmade soda, right? Yeah. Yeah, handmade soda. الناس دي بتعمل ايه؟ السودا هاند ميد. بس ده كده شخص يعني يعتبر نضيف شوية. في حاجات شفتها كانت بشعة بقى. أزايز الناس بتملاها وفي الشارع ممكن نشوفها يعني ونجربها برضه. بس الباني بوري ده كنت صورته قبل كده كان عامل زي العيش كده مكور. وبيحطوا فيه حمص وليكويد بقى كده سائل. يا حادي يا حلو والحلو برضو حراق. بس واحنا ماشيين في نفس الشارع لقينا ايه واحد بتاع كوكولات هنجربه بقى دلوقتي. يعني المفروض دي منطقه مش ايه مش ما فيهاش الكلام ده كتير يعني بس هنجربه. سخنة جدا مش حلوة قوي. اوبنت هنفتحها وهناخد اللي جواها بقى نشوف ايه اللي. الواحد 60 روب يعني برايس يعني. ايوه صغيرة. شفت بقى طب هتدفعنا 60 ريال. يا سمول وان يا سمول وان. طيب ما عشان كده وحشة. طلعها ازاي؟ دي ايوه اوكي تيك ات. احسن شويه بس سخنه وملهاش طعم. دي ملاي ملهاش طعم. ملهاش طعم. يا ملهاش طعم. يو تراي ات. صح؟ اوكي جيب ات. इसमें कोई मिलावट नहीं है. ये एकदम है प्योर चीज है. इसके खाने से एकदम बढ़िया नेचुरल. Yeah, I got it. Yeah, شباب بيتكلم ان هي البيور يعني البيور مالهاش طعم كده. شور يس بيور. اوكي I got it. اسوأ جوز هند ممكن تاكله او تشربه في حياتك. احلى حاجة في المدينة دي الاشارات والتزام الناس بالاشارات الشديد. الناس ملتزمة قوي. شوف احنا كده ماشيين مش ملتزمين. هو مش لابس خوذه ولا انا لابس خوذه. فاحنا كده معرضين ان احنا نقف دلوقتي وندفع مصالحه. من المدن المعينه اللي هم اسمهم الجرين سيتيز موجوده في الهند حوالي 5 أو 6 منهم جايبور ونيو دلهي
شنديغور وبنغالور وكم مدينة تاني كده برضه. احنا ماشيين كده المكان دوت بيمشي فيه العجل اصلا، يعني بص تلاقي في الارض محطوط الحاجات بتاعت العجل، وهنا هو ممنوع الناس ولا موتوسيكلات ولا عربيات تمشي هنا، بس برضه دايما انت فاهم يعني برضه احنا في الهند يعني هتلاقي برضه هو توك توك ماشي، راجل بتاع العجلة ماشي قانوني، بنزينة قدام. اسهل حاجة عند اي حد بيسوق هنا الزمارة، لو لا اي حد ممكن يهدد الحارة بتاعته من قبلها بكتير، بيمسك الزمارة بقى كده اللي هو ايه دي، ده العادي بتاعه، متحضر او مش متحضر او اي حاجة، هو كده النظام جامد جدا، وقلة النظام برضو جامدة جدا. بس احنا كده دخلنا سوق على اول ايه سيكتور معينة، يعني على اول مجمع سكني كده دخلنا سوق، كل العربيات اللي هنا بتبيع فراخ وحاجات كده طبعا انتوا فاهمين، فمش عارفين نجرب، مش عايزين نجرب حاجة احنا مش عارفينها، احنا هنا مش هنعرف نسأل حد عن حاجة، لان دي مدينة مش اللي هي كده، مش اللي انت تعرف انت بتاكل ايه. فقلنا بقى نجرب السموسه دي ونشوف عامله ازاي. بوتاتو اند اونيون، ذس از سموسه. ويتش وان از بابورا؟ ابي كاتشاو. نوت كلت على طول من غير ما اعرف ان هي مستويه ولا مش مستويه، هو اداني وانا كنت كلت على طول. شوف هو بيعمل ايه بقى، ايه كنت زيت حاطين حرفين، يا بيقطعه وبيجيبه. ايه اوكي، بتاع دي تحفه، فيها بطاطس وفيها حاجه كده طعمها شبه القرنبيط بس تحفه. مش مفهومة بس فيها بطاطس بس زي ما انا قلت كده، بس طعمها حلو شباب. بطاطس البانيه ممكن، بطاطس كده بقى 20 روبي. المطاعم اللي احنا بنجربها دي او الناس اللي هي في الشارع دي تعتبر من الناس النظيفة قوي، ما دخلناش سوق بعينه من الاسواق اللي هي في الضياع خالص، اللي هي بقى موجوده في دلهي وفي الاماكن المتنطوره ومومباي وكده وتلوث. بس احنا هنا في مدينه يعتبر برضو فيها ايه رقابه بشكل ما عن موضوع الصحه والكلام ده، بنمشي بنجرب كده. بس انا عجبني اللي فات دوت، عامل زي انا ما اكلتش البطاطس البانيه بس شكلها عامل زي البطاطس البانيه، وطعمها قريب من القرنبيط بس هي معموله من البطاطس وحاجات كتيره قوي كده وبتاع وبتتقلي.